أعلنت تركيا تحقيق إنجاز كبير فيما يتعلق بالنتائج النسخة السادسة من مباحثات الأستانة، وذلك بعد الاتفاق على ضم مدينة أدلب السورية إلى مناطق خفض التوتر. وأيضا أكدت أنقرة أنها لعبت دورا حاسما في هذا الاتفاق الذي سيمهد لنشر قوات مراقبة من تركيا وروسيا وإيران في إطار مساعي تحقيق وقف نهائي لإطلاق النار بين النظام والمعارضة السورية. أسدل الستار على الجولة السادسة من مفاوضات أستانا حاملة معها مقررات جديدة، أهمها الاتفاق على ضم مدينة إدلب السورية إلى سلسلة ما يسمى بمناطق خفض التوتر بهدف تهدئة القتال الدائر في البلاد، ما سينعكس بحسب أنقرة إيجابا على الساحة السورية. تركيا أعلنت أن المشاركون في أستانا اتفقوا على نشر قوات روسية وتركية وإيرانية لمراقبة خفض التوتر في المنطقة الآمنة بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة، مشيرة إلى أن النشاط الدبلوماسي التركي أثمر عن تفاهمات لتكريس 4 مناطق خفض للتصعيد لتركيز الجهود على محاربة داعش وجبهات النصرة. مفاوضات أستانا تلعب دورا مهما في تخفيف التوتر، وضم إدلب إلى مناطق خفض التصعيد كان متفقا عليه في أستانا 5، وفي أستانا 6 يجرى تطبيق مخرجات هذا الاتفاق، فإذا لم نجد حلا سياسيا للأزمة فإننا لن نتمكن من دحر الإرهاب من جذوره. ويرى المراقبون أن إعلان مناطق جديدة لتخفيف التوتر جاء في ظل متغير ميداني كبير ولافت يصب في صالح الدولة السورية بعد نجاحات الجيش السوري المتوالية في البادية ووصوله إلى الحدود السورية الأردنية العراقية. هذا التقدم المحرز في أستانا يهيئ ظروف أفضل للعملية السياسية ودعم الاستقرار في سوريا، وأنا أرى أن اتفاق الأطراف الضامنة روسيا وتركيا وإيران سيعطي دفعة للحوار بين السوريين على أرضية أقوى جنبا إلى جنب مع النجاحات العسكرية التي يحققها الجيش السوري على الأرض. ميدانيا يواصل الجيش التركي نقل معدات عسكرية ثقيلة وجنودا إلى محافظة هطاي المحازية لمدينة إدلب، فيما تقف فصائل المعارضة المنضوية تحت درع الفرات في حالة التأهب بانتظار ساعة الصفر لدخول إدلب وتطهيرها من الإرهابيين وفتح المجال أمام قوات مراقبة خفض التوتر للدخول إليها تنفيذا لمخرجات أستانا. نجاح النسخة السادسة من أستانا يؤكد أن الحل السياسي في سوريا بات يطغى على العسكري بإجماع كل الأطراف، وذلك بعد أن اقتنعت أنقرة أن التفاهم مع روسيا وإيران هو البوابة لدحر الإرهاب في جارتها سوريا ووقف زحفه باتجاه الداخل التركي. إيمان دمرهان لقناة CGTN إسطنبول.